يروي المشايخ بسندهم إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ونفعنا به، إمام كبير، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في سائر الفنون، زكريا الأنصاري، أنه كان كثير رؤيا للجناب النبوي الشريف. ثم حدث أمر لا يدري كان ما هو، فإذا به يحجب عن الجناب الشريف، ما كان يمر عليه، تمر عليه الجمعة إلا ويرى الجناب الشريف، فمرت عليه الجمعة الأولى والثانية والثالثة ولم يرى الجناب الأطهر. والذي يألف رؤيا الجناب الشريف ثم يحجب، الموت أهون عليه من الحجاب، لا يوجد ألم ولا وجع ولا تعذيب أشد وطأة من احتجاب عن الجناب الشريف بعد استمرار في الرؤية، بعد انتظام في الرؤية. فبكى وأخذ يلح على الله، نام هو يبكي بكاء شديد، تأثر ونحل بدنه، فرأى من يقول له: إذا أردت أن ترى رسول الله فقل 116 مرة أنا في جاهك يا رسول الله، أنا في جاهك يا رسول الله 116 مرة، ثم قل 116 مرة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم قل 116 مرة: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ضاقت حيلتي أدركني، في رواية قلت حيلتي أدركني، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ضاقت حيلتي أدركني 116 مرة. قل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، فأتيت بهذا الذكر وهذه الصلاة على النبي: أنا في جاهك يا رسول الله 116 مرة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 116 مرة، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ضاقت حيلتي أدركني 116 مرة. فأخذتني غفوة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكيت بكاء شديدا وأخذت قبل يديه الشريفتين وقدميه الشريفتين وأنتحب، أقول: يا رسول الله، ما الذي حجبني عنك؟ فقال ثلاثة أمور يا زكريا. قال: ما هي الثلاثة الأمور التي حالت بيني وبينك؟ قال: الأمر الأول، بالغت في تكبير عمامتك لما قيل عنك شيخ الإسلام، حتى تجاوزت عمامتك من كبيك. قال: سهل، وصغرها أو لا ألبسها حتى يا رسول الله؟ قال: ألبسها ولكن خففها قليلا، تواضع. قال: وما الثانية يا رسول الله؟ قال: الثانية أنك سررت لما قيل عنك شيخ الإسلام، أعجبتك. قال: إذا كان هذه تحجبني عنك فقد انتزع كل سرور بها من قلبي يا رسول الله، استغفر الله وأتوب إليه. ما الثالثة يا رسول الله؟ قال: في كتبك عندما تقرر بعض المسائل تقول: قلت كذا وكذا، وعندما كنت تكتب قلت، كنت تكتبها وأن تستشعر شيء، قلت. قال: يا رسول الله، الكتب قد نسخت وصارت بها الركبان، لكن ما أصنف بعدها لا أكتب فيه قلت أبدا يا رسول الله. وعادت له رؤيا الحبيب بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. الله يحنن علينا قلبه الشريف يا كريم.